عند ايه؟ طبعا ما بقاش بيفرق معاكم احنا واقفين عند ايه اساسا؟ لا اقفل اقفل اكيد الميكروفون. بص بس ايوه كده بص المروحه كده على فكره. لا بص الزرار هنا اكيد. لا لا هنا هنا بص اكيد هنا طلعوا لي بقى تاني صفحه لو سمحتوا. تاني صفحه هنشوف بس احنا خدنا ايه وفاضل لنا ايه. خلاص يا زفت. بص فاكرين الحصة اللي فاتت احنا خلصنا اول كاتيجوري اللي هو كان اسمه Respiratory Tract Infection and Meningitis. فاكرين كان دول حاجتين الناس اللي بتعمل Meningitis اللي هم الاتش انفلونزا والبوديتيلا اللي بتعمل هوبين كاف، وخدنا المجموعه اللي بتعمل اتيبيكال نمونيا. فاكرين اللي هو الجدول اللي كان فيه خمسه بيعملوا اتيبيكال نمونيا. بعد كده بقى ابتدينا ناخد جينيتورينال. قولوا لي خدنا ايه جينيتورينال الحصه اللي فاتت؟ النونجونوكوكال يوريثرايبس. فاكرين اللي هم سيكشوال ترانسميتد زي الجونوكوكاي بالظبط. وبعد كده بقى خدنا ايه كمان؟ الصفحه اللي بعدها خدنا الاي ديزيز. النهارده بقى هنخلص كله ما عدا ثلاث صفحات، يعني هنبتدي الاول بالجينيتال ألسر. واخدين بالكم مين الحاجات اللي بتعمل الجينيتال ألسر؟ وبعدين اقلبوا الصفحه هناخد بعد كده الحاجات اللي بتعمل انترميتنت فيفر، وبعدين الحاجات اللي بتعمل اسيبتك مننجايتس، وبعدين الحاجات اللي بتعمل سكين وميوكس ممبرين، واخر حاجه الليمفادينوباثي هناخد جزء منها، يعني هيتبقى لنا منها الجزء الحصه الجايه ان شاء الله. يبقى هي دي الخطه اللي هنمشي عليها باذن الله. يلا يلا يا حبيبي. لا الحصه دي اصرف من المره اللي فاتت بكتير، يعني بتوع الاتيبيكال نمونيا دول كانوا صعبين. لا الحصه دي لا ما فيهاش كلام صعب. بصوا بقى طلعوا لي بقى الجينيتال ألسر اللي هي هتبقى صفحه 17. يلا دلوقتي يا حلوين احنا عندنا اللي بيعمل الجينيتال ألسر ثلاثة بكتيريا، طبعا اهمهم على الاطلاق التريبونيما باليدم اللي هي بتعمل سيفلس. قولوا لي حد فاكر التريبونيما ده من عيله ايه؟ سبايروكيت. فاكرين اول صفحه كنا قلنا في عيله اسمها السبايروكيت كان او احد افرادها هو مين؟ التريبونيما. يبقى دي طلعوا سهم منها واكتبوا سبايروكيت عشان نفكر نفسنا. طلعوا سهم من تريبونيما واكتبوا سبايروكيت. بعد كده البكتيريا الثانيه حاجه اسمها هيموفيلاس دوكرياي، دي بتعمل مرض اسمه شانكرويد. حد فاكر الهيموفيلاس الحصه اللي فاتت؟ خدنا منها نوعين، الهيموفيلاس انفلونزا اللي هي بتعمل منجايتس، والهيموفيلاس ايجيبتيوس اللي هي بتعمل اي ديزيز، وحطيناها تبع الايه؟ الانفلونزا. النوع الثالث والاخير بقى منها اسمها هيموفيلاس دوكرياي، دي سيكشوال ترانسميتد بتعمل جينيتال ألسر. واخر واحده هناخدها بقى اسمها كلاميديا تراكوماتس. فاكرين؟ وهلمهم النهارده. الكلاميديا تراكوماتس خدنا الحلقه اللي فاتت بتعمل ايه؟ جينيتو نانجونوكوكال وبتعمل اي ديزيز كمان. النهارده بقى هناخد كمان انها بتعمل جينيتال ألسر اللي هو مرض اسمه ليمفوجرانيولوما فينيريا. طيب المفروض بقى يا حبايبي السيفلس ده هناخده بسرعه لان معظم المعلومات انتوا خدتوها في الباثولوجي، بس برضه هشرحها من الاول برضه. بصوا بقى هنبتدي الاول عيله التريبونيما. عيله التريبونيما دي بنقسمها نوعين، نوع اسمه فلورا ونوع اسمه اوبرتيونيستك سوري باثوجين. بصوا بقى الفلورا موجوده في ثلاث اماكن. ما تقفل الباب يا احمد ارك. طيب ماشي. الفلورا موجوده في ثلاث اماكن. اول حاجه الاورال كافيتي ومعالجش الامراض اللي بتعملها فيها، وبعدين الجي اي تي والجينيتال تراكت. بصوا جي تي دي اختصار جينيتال تراكت، عشان ده اختصار مش متعرف عليه قوي يعني. جي تي اللي هي جنب جي اي تي اختصار جينيتال تراكت. دول مالناش دعوه بيهم. اللي لينا دعوه بيهم بقى الباثوجينيك. طبعا انتوا عارفين يا حبايبي الباثوجينيك اللي هم تريبونيما باليدم. بصوا بقى الباليدم دي بتعمل نوعين من الامراض. فينيريال اللي هو سيكشوالي ترانسميتد ونون فينيريال. ماشي؟ طيب اللي بيعمل الفينيريال اسمها سب سبيشيز باليدم. فاكرين احنا مش خدنا قبل كده كان في حاجه اسمها كليبسيلا نوموني سب سبيشيز نوموني. هنا نفس الحكايه برضه، دي اسمها تريبونيما باليدم سب سبيشيز باليدم. وبعدين بقى
في نوع منها بيعمل نون فينيريال ديزيز يعني مش سيكشوال ترانسميت، وده هناخده بقى الحصه الجايه ان شاء الله. طيب يبقى احنا هيهمنا السيفلس في ثانيه بقى، قولوا لي التريبونيما باليدام كسيفلس هتنتقل ازاي؟ سيكشوال ترانسميشن. بس في بقى ثلاث حاجات تانيين. اول حاجه خدتوها في الباثولوجي ترانس بلاسنتال، قولوا لي مش في حاجه اسمها كونجنيتال سيفلس ولا لا؟ وهناخدها دلوقتي بعد شويه. تاني حاجه تهمنا كدكاتره قوي دايركت كونتاكت. بص بقى يعني ايه دايركت كونتاكت؟ سيادتك دكتور جلديه وتناسليه وجاي لك واحد بشنكل، قمت انت فحصت الشنكل وانت مش لابس جوانتي، فساعتها الميكروب يطلع على ايدك ويعمل لك سيفلس في ايدك. يبقى الدايركت كونتاكت ده بيجي من الكونتاكت ويز انفكتد بيشنت لو انت مش لابس جوانتي. بعد كده بقى حاجه كمان مهمه قوي بلاد ترانسفيوجن، دي البكتيريا الوحيده التي تنتقل باي بلاد ترانسفيوجن. بصوا بقى عشان تفهموها، احنا خدنا قبل كده بكتيريا كتير بتعمل بكتيريميا صح، ومع هذا عمرنا ما خدنا بكتيريا بتنتقل باي بلاد مع انها بتبقى موجوده في البلاد. ليه بقى يا حبيبي؟ اقول لك، انا لما باخد البلاد منك بحطه في التلاجة، التلاجة دي يعني درجه حراره كام؟ 4. افرض بقى البلاد ده فيه بكتيريا، البكتيريا كلها هتموت، وعشان كده عمر ما البكتيريا بتنتقل باي بلاد ترانسفيوجن. عكس الفيروس، الفيروس بيحب البروده، وبالتالي هتلاقي فيروسات بالهبل بتنتقل باي ايه؟ باي بلاد. تقدروا تقولوا لي بقى هيبقى ايه سبب ان التريبونيما تنتقل باي بلاد؟ انها ريزيست الحراره البارده، يعني بتعيش في درجه حراره 4 على شرط 24 ساعه بس. يعني لو كيس الدم قعد في التلاجة أكتر من 24 ساعة ساعتها التريبونيما اللي فيه هتموت. يبقى كيس الدم بيبقى انفكشوس في أول 24 ساعة فقط لا غير. يبقى طلعوا سهم من كلمة بلاد ترانسفيوجن واكتبوا ذا أونلي بكتيريا، دي البكتيريا الوحيدة اللي تنتقل باي بلاد، ذا أونلي بكتيريا. طيب خشوا لي بقى حلوين على الباثوجينيسيس والإميون ريسبونس. هايف جدا. اول حاجه ده التريبونيما بتخش لي عن طريق ابريجن في السكين والميوكس ممبرين، وعشان كده هي بتنتقل سيكشوال. انتوا عارفين السيكشوال انتركورس لازم يحصل شويه ابريجن في الميكوزا، لكن لو لقت الميكوزا سليمه والسكين سليم عمرها ما تنتقل. يبقى هي اول حاجه محتاجه كلمه ايه؟ ابريجن. متى بقى دخلت في الابريجن تبتدي تعمل هاي انفيجن، عندها قدره رهيبه على الانتشار في الجسم، مع ان تخيلوا بقى يا حبايبي ما عندهاش اي عامل قوه بيطلع منها وهي عايشه، يعني الفيرولانس فاكتور بتاعتها صفر وهي عايشه. يبقى الحاجه الوحيده اللي فيها انها بتتوغل بسرعه في الجسم. واحد يقول لي بقى يعني ما عندهاش اي فيرولانس فاكتور؟ لا، هو واحد بس، عندها طبقة في السيل وول اسمها لايبوبروتين. خلي بالكم مش لايبوبوليساكرايد، يعني هنا مفيش اندوتوكس، لا، طبقة اسمها لايبوبروتين. دي بتطلع بعد ما تموت وتعمل لك انفلاميشن. وخلي بالكم بقى الانفلاميشن ده قد يؤدي إلى شوك، زي ما يكون اندوتوكسين بالظبط، والمعلومة دي هيبقى ليها أهمية في التريتمنت. يبقى طلعوا سهم من كلمة انفلاميشن واكتب may lead to hypotension and shock. يبقى مش just inflammation، لا، may lead to hypotension and shock. بس اوعى تقول لي انها endotoxin. طيب اخر حاجه بقى في سؤال الباثوجينيس في الامتحان، ايه الاميونيتي؟ اول حاجه للاسف الانتي بودي ما بتوقفش المرض. قولوا لي مش انتوا عارفين ان السيفلس فيه ستيجز برايمري وسكندري وتيرشري؟ زي ما هنشوف بعد شويه، انت بتطلع انتي بودي من اول ستيج، ومع هذا ما بتوقفش البروجريشن بتاع الجسم. يبقى انا لازم اعالجك بانتي بايوتيك، ما عالجكش بانتي بايوتيك احتمال انك تخف قليل جدا. تاني حاجه، نعم؟ لا، الانتي بودي فيها عيب، يعني الانتي بودي مش هايلي افكتيف، ما بتعرفش تعمل اوبسونايزيشن كويس ولا كومبلمنت اكتيفيشن كويس، انتي بودي زي ما تقول مضروبه كده. المشكله في الانتي بودي، مش المشكله في الاورجانيزم، المشكله في الانتي بودي. طيب بعد كده بقى لما يجي سؤال الباثوجينيسيس اخر السنه،
لازم تتكلم لي كمان على نوعين الانتيبودي اللي هي بيطلع ضدها. جسمك بيطلع ضدها نوعين من الانتيبودي، نوع اسمه رياجين ونوع اسمه نون سبيسيفيك انتيبودي. انا هنشرحهم من الدياجنوزس، يعني انا كاتب لك هناخد دياجنوزس بتاعهم الحصه الجايه، يبقى هتلاقي فقره صغيره عليهم في الدياجنوزس تشرحها، لان احنا لو شرحناهم دلوقتي مش هتفهموا حاجه. المهم اكتب لي ان تشرح، انا كاتب لك اكسبلين فروم دياجنوز، يعني تشرح من الدياجنوز. فهمت؟ لا في الاثنين. بص انا كاتب لك تو كاينز اوف انتي بودي اكسبلين فروم دياجنوز. لا الاثنين مع بعض. دكتور انت كاتب متاسف، لا سبيسيفيك، لا دي غلطه مني، رياجين دي هي اللي نون سبيسيفيك، متاسف. رياجين وسبيسيفيك، لا الكتاب صح، الورقه صح. يبقى رياجين والسبيسيفيك دول هنشرحهم من الدايت. دكتور احنا واحد سالين حضرتك، ما هنفهمها دلوقتي. طب هنفهمها دلوقتي، استنى شويه. طب لو انت كيميا لا مش هيدخل زي اي بكتيريا. ما انت بيبقى في السكين بتاعك فيه ابريجن، خلي بالك يا مؤمن، اي واحد فينا عنده حاجه اسمها ماينور ابريجن، انت ما بتبقاش شايفها. لكن طبعا لو انت ضامن السكين بتاعك 100% مش هيدخل، ماشي، وده طبعا حاجه شبه مستحيل. طيب اقلبوا الصفحه بقى، هنبتدي نشوف الكلينيكال مانيفستيشن اوف سيفلس. في ثانيه بقى، احنا بنقسم السيفلس زي ما قالوا لكم في الباثولوجي، حاجه اسمها بوست نيتال سيفلس وحاجه اسمها كونجينيتال سيفلس. الا بالمناسبه التقسيمه دي كانت موجوده بالنص الفيروس. لا اللي بعديه بقى يا مريم، الروبيلا، كلمه بوست نيتال وكونجينيتال، واخده بالك؟ بوست نيتال وكونجينيتال دي كانت موجوده برضه في الروبيلا. السيتوميجالو كان في حاجه اسمها بيري نيتال، يعني اوسع شويه يا مريم. يبقى التقسيمه بتاعت بوست نيتال وكونجينيتال دي كانت موجوده في الروبيلا فيروس. بصوا بقى، اول حاجه برايمري ستيج، في ثانيه ايه الليجن الاساسي في السيفلس في البرايمري؟ شنك. قولوا لي الشنك ده عباره عن ايه؟ بيلس انسر على الاكسترنال جينيتال، والليمف نود بتبقى اللارج، بس بيلس برضه، كل الحاجه في السيفلس بيلس، ما بقاش فيه انفلاميشن. والعيان لو ما اتعالجش بيحصل له سبونتينيوس كيو من الليجن مش من الاورجانيزم في ظرف 3 ل 6 اسابيع. جميل؟ هل معنى كده بقى ان البكتيريا انت خفيت؟ لا، مش احنا قلنا الانتي بودي دو نوت ستوب البروجريشن بتاع الديزيز ولا لا؟ كده يا عم بقى البكتيريا هتدخل البلد وتعمل بكتيريميا، فيجي لك سكندري ستيج. يبقى اوعى تنسى ان كلمه سكندري ستيج تساوي بكتيريميا. العيان بقى يجي له ايه؟ زي الصور بالظبط. بصوا في الصور، هيجي له ريش، نوع منه ماكيولر اللي هو لونه احمر، ونوع منه وورتي. حد فاكر وورتي؟ اللي هو على هيئه جرانيلوما كده، واخدين بالكم؟ ده بالذات بقى كمان ساعات يجي حاجه اسمها كوندايلوما على الاكسترنال جينيتالي. الله، يقولوا لي بقى كلمه كوندايلوما وورد خدها في اني فيروس؟ هيومن بابيلوم. بس المولاسكم يا دكتوره ما كانش فيه كوندايلوما، صح؟ المولاسكم كان في حاجه اسمها وورد لايك. يبقى انا عايزكم تفتكر كلمه وورد مع كوندايلوما لما تقعد في راس السؤال ده يساوي يا سيفلس يا هيومن بابيلوم. فطلع لي، بص بقى، عندك كلمة وورتي وعلى نفس الصف كلمة كوندايلوما، اعمل قوس يضمهم واكتبه as human papilloma virus، as human papilloma virus. طيب السؤال بقى حلوين، العيان ما تعالجش برضه، بص بقى هيحصل ايه؟ تلت العيانين هيحصل لهم كيور تماما، ودي نسبة قليلة جدا. انت المفروض لما تكون مطلع اميون ريسبونس بتخف، والتلتين التانيين هيخشوا في مرحلة اسمها ليتا. نيجي بقى الكتاب العبقري بتاعكم، هنستخدم رياضة حديثة لأول وآخر مرة. مفروض الواحد مكون من تلات تلات. فالكتاب يقول لك ايه؟ تلت كيور، ماشي، وتلت بيتحول لليتنت ستيج، ومفيش تلت تلت. عندنا احنا كلنا، يبقى احنا هنستعبط ونقول ساعات الواحد الصحيح بيبقى عباره عن اتنين على تلاته.
لكن هي طبعا ومش غلطة مطبعية. ليه؟ لأنهم الطبعة ما بتتغير في الكتاب كل سنة وعليها نفس الرقم برضه. يعني احنا نعم لا تلتين بيتحولوا لليتن، يعني بدل ما كان تلت ليتن هيبقوا تلتين ليتن. هتشوف الليتن دول يعني ايه يا ماشي. مفيش تلت التالت اللي بيموت طبعا. النيوت خلاص كده مش هيخش في الليتن. يبقى محدش يقول لي انت كاتب تلت وتلت والتلت التالت فين؟ الله اعلم. طيب بصوا بقى يعني ايه كلمه صحيح قبل ما ادخل في الليتنت يا جماعه مؤمن قولوا لي تفتكروا العيان في البرايمري والسكندري بيبقى انفكشوس ولا لا؟ طبعا هايلي انفكشوس. حتى والبلاد مش انا دلوقتي بكتيريميا يعني ممكن يقول لك باي بلاد ترانسفيوجن، فالعيان في البرايمري والسكندري بيبقى الموست انفكشوس بتاعه. طيب خش بقى على الليتنت. اول حاجه في الليتنت يا جماعه فاكرين الليتنت يعني كامل. فالبكتيريا بتبقى في جسمك عماله تعمل ريبليكيشن خفيف بس ما فيش سيمتوم اسيمتوماتيك، لكن انت بتبقى بوزيتيف انتي بودي يعني اقدر اشخصك وحتى كمان معدي. يعني وانت ليتنت خدت منك عينه بلاط هتبقى معدي، والام لو هي بريجننت هتعدي طفلها، بس المهم ما فيش اعراض. واحد يقول لي بقى امال هيحصل ايه الاعراض بقى لو انت ما اتعالجتش؟ هنخش في حاجه اسمها تيرشير ستيج. تقلب الصفحه بقى. دكتور معلش هو مش يعني مش المفروض ان الريتنس تبقى بعد اخر ستيج يعني بعد السيرج بعد السكند ده؟ لا السفر يعني حاجه ثانيه خالص. بص ما هتفهم دلوقتي لما تعرف التيرشير. بص بقى الاورجانيزم بقى فاكرين وانا بشرح قلت لكم بيعمل فيري سلو ريبليكيشن. ابتدى بقى يعمل ايه دلوقتي؟ يوصل لمالتيبل اورجان في الجسم. بس عشان هو عديم الفيرولنس، فاكرين هو الفيرولنس الوحيد بتاعه انه بينتشر. لكن متى وصل للخليه ما بيعرفش يدمرها بقوه. فالاعراض مش هتظهر الا بعد سنوات. والاعراض دي بقى بتبقى على هيئه حاجه اسمها ديستراكتيف ليجن اللي هي الجاما. يبقى يا كوردي هنا الليتنسي مع السكند ستيج، لانه عشان يعمل لك الليجن بتاع التيرشري محتاج وقت طويل جدا عشان هو ضعيف ما عندوش اي فيرولنس فاكتور. طيب سمعتوا عن الجاما في الباثولوجي زي كده، وانا جايب لكم حتى السايد بتاعت الجاما. ايه اللي بيخوي؟ ايه اللي بيخوي؟ طيب السايد بتاع الجاما عندك فين؟ في البون والكارديوفاسكولار والسي ان اس والسكين، ودي بنقول عليها ايه؟ ديستراكتيف جرانيلوم. عارفين يعني ايه ديستراكتيف يا جماعه؟ يعني بتدمر التيشو اللي تحتها. طيب قولوا لي العيان اللي في التيرشري معدي ولا مش معدي؟ خالص قليل جدا. الليجن الاورجانيزم فيها قليل حتى اللي على السكين. شوفوا بتاعت السكين مكشوفه ومع هذا لو انفكتيفيتي لان الاورجانيزم بيبقى قليل. يبقى احنا كده خلصنا ما يسمى البوست نيتال سيفلس. خشوا لي بقى على الكونجينيتال سيفلس. حاجه عبيطه. اولا هو بينتقل مني في الفيرست تريمستر. يعني الليجن دايما في مرحله الاورجانوجينيسيس. بصوا بقى كالعاده ممكن يحصل ابورشن وستيل بيرث. بعد كده بقى في اعراض بتظهر اول سنتين في العمر وفي اعراض بتظهر بعد سنتين. الاعراض اللي اول سنتين اسمها early congenital. دي عباره عن ايه بقى يا حلوين؟ حاجات هبله وبتخف بعد كده، يعني زي الصوره ما عنده، حاجه اسمها osteochondritis ودي مش خطيره بتخف. وبعدين بيبقى فيه maculopapular patches او ايش؟ skin lesion وبرضه بتخف. الكارثه بقى في الاعراض اللي بعد سنتين. دي كلها اعراض معيقه. يعني بصوا في الورق عندك ديفنس الواحد يترش، وعندك كيراتايتس، وشايفين في الصوره بتقلب بايه؟ اوباسيتي. يعني الشخص ده هيجيله بلايدنس لو ما لحقش نفسه ولا لا. وبعد كده يبقى في الاسنان حاجه اسمها نوتشد انسيزور، القواطع بتاعته تبقى نوتشد زي ما انتم شايفين، يبقى مشقوقه كده من النص، يبقى دي اسمها ليت كونجن. اهلا يا حبيبي. وانت جاي؟ انت جاي؟ لا حرام. احسن سلامتك والنبي احسن حاجه. استعد الماتش برشلونه بالليل. يلا يا حبيبي ان شاء الله. هنا لا في القهوه، بقول لي على القهوه يا ابني. برشلونه هتتغلب يا ابني، اتكل على الله.
برشلونه بقى زي الزمالك دلوقتي والله العظيم. زي ايه يا دكتور؟ زي الزمالك يا حبيبي. كل ما الواحد يسيب فرقه عشان بتتغلب ويشجع فرقه تتغلب برضه، مفيش فايده. طب معلش مش عايز اي كلب يتكلم سواء اهلاوي او بيشجع ريال مدريد. ماشي انا بقول لك اهو خلاص. انت زملكاوي يا محمد؟ اه يا دكتور. بسم الله ما شاء الله. ما بتتعالجش. اقليه. اقليه بالظبط اقليه. افريقيا. خلاص ومين كمان يا حبيبي؟ الزمالك في المغرب ان شاء الله. ماشي. والنبي يا جماعه قله الزملكاويه اللي بنتقابل مع بعض في البوين كده بس. طيب. المهم خلاص يا زفت خلاص خلاص خلاص. يلا بص. طب يبقى الحمد لله يبقى معظم الناس من القرارات طنش الحصات الحمد لله. بص. يبقى قولوا لي مين اللي اخطر الايرلي كونجينيتال ولا الليت كونجينيتال؟ الليت كونجينيتال. جميل. يبقى احنا كده خلصنا القصه بتاعه الايه السيرس. خش لي بقى التريتمنت ده بيجي في الاسي. واخدين بالكم هنزل لكم اسئله الاسي ان شاء الله بعد شم النسيم على طول. بصوا مش معنى بعد شم النسيم ده. لا حول الله ما احنا مش هنتقابل بعد شم النسيم. وانا عايزكم بقى تاكلوا فسيخ على قد ما تقدر لان البوتولاينه منتشر جدا. خد يا حبيبي شوربه خضار. شوربه خضار لا وعليها فسيخ يا حبيبي. اقعدوا كلوا كده وهتخف. هتلاقي بقى وعارفين موت البوتولاينه ده ما بتحسش بيه. ده هو ريسبيراتوري فيلير في ساعه. والله العظيم. ويبقى انت سرحت بقى هتاجل ولا مش هتاجل ولا هتسقط. كده جات لك من واسع وتموت شهيد على فكره غالبا غالبا مدام فضل. لا يا حبيبي تجيب لك معايا. ماشي ماشي. اما مين اللي هيدفنك؟ انا اللي هدفنك يعني. محدش هيشيلك الا انا. طيب المهم بصوا بقى علاج السيفلس عباره عن الاتي. طبعا الانتي بايوتيك اوف تشويس يا حبايبي بنسلين. وفي حالات الحساسيه من البنسلين احنا متعودين ندي اريسومايس. لا التشويس الثاني تترا سايكلين على شرط الست تكون نون بريجننت. قولوا لي يا حبايبي هو لو واحده حامل وعندها حساسيه من البنسلين تستجري تديها تترا سايكلين؟ طبعا لا. واحد يقول لي بقى نديها ايه؟ اضطر تلجا للاريثرومايسين دلوقتي. يعني لو واحده حامل وعندها حساسيه من البنسلين اديها ايه؟ اريثرومايسين. لكن التترا سايكلين هو اللي تشويس بتاعتك. ماشي. ما هو التترا سايكل والدوكسي سايكل لا في الامتحان طبعا ما بحاسبكش عليها. واخد بالك؟ اي حاجه من عده التترا سايكل طبعا انا عارف. طب شاطر عارف طبعا الدوكسي سايكل ليس توكسيك.